الثالث عندنا أناس يعني من الحلول أن تفرع عن هؤلاء، لأن عندنا أناس مصاحبتهم سم قاتل، يعني لدغة واحدة القبر ما يمكن تتنفس بعدها، لدغة واحدة وهي القبر انتهى، أقوى من الحية ومن الأفعى. والله من هم؟ أهل البدع. والإشكال عندنا اليوم أصبح الأمر طبيعي، السماع لأهل البدع، مجالسة أهل البدع، صحيح والله. حتى البعض اليوم يعني يرى من نفسه أن يناظر أهل البدع، مع أننا نعرف أن بعض الأئمة ترك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود نصارى، لديهم شبهات، لديهم ضلالات، لديهم علم كتب منزلة من السماء، ناظرهم. قال لا، بين ما هم عليه من أخطاء. لا، قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. إذن كيف تكون الدعوة؟ بالتوحيد. وإذا ما عرفنا التوحيد كيف نناظر، كيف نقوم بواجب الدعوة إلى الله؟ فأخواننا الله الله بهذه الدعوة. والله أخواننا الدعوة السلفية لا يشك أحد أنها دعوة حق. الذي يطعن في السلفية هذا يستتاب، فإن تاب ولا قتل، لأن السلفية تنتسب إلى السلف الصالح. والسلف الصالح من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها، يقول ونعم السلف أنا لك. فهل يمكن لأحد أن يطعن في السلف والسلفية؟ ما يمكن، هذا جاهل أو معاند أو كذا. فأخواننا هذه الدعوة دعوة مباركة، لكن لا بد أن نقوم. ما يعقل أن يكون عندنا الحمد لله طلاب علم لكن ما يطلبون العلم، عندنا ما شاء الله خطباء لكن لا يصعد على المنبر. كان أخونا الله يغفر له ويرحمه الأخ مشعل من الكويت، هذا عندما كان يطلب العلم في المدينة كان لديه دفتر يكتب فيه مذكرات، يكتب كتب، قال لا تسأل في المذكرة هذه، كتب قال لا تسأل عن الدعوة إلى الله إلا من يدعو إلى الله. صحيح. الآن تريد تسأل عن التفاح، تسأل إنسان لم يرى التفاح أصلا، لا خطأ. تريد تسأل عن الاعتكاف، تسأل رجل اعتكف صحيح حتى يخبرك عن الاعتكاف. فالآن يعني لابد يكون عندنا قدوة، قدوة صالحة، صحبة صالحة. أما ما نسير عليه في الغالب في هذه الأيام، والله هذا ليس بطريق السلف أبدا والله. لأن العلم عبادة أو عادة؟ من يعرف؟ لا، في الغالب في هذه الأيام أصبح عندنا عادة، لأن العبادة لابد فيها من إخلاص أولا، وثانيا أنا أريد أطلب العلم لازم أسير على هذا الطريق، لا أطلب العلم على ما أريد. صحيح. إذن العلم عبادة، إذن لابد فيه من الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول لي 10 سنين في طلب العلم لكن ما حصلت شيء. لماذا؟ لأنه يتخبط يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا ويوم هنا، وأغلب الأيام نايم. يبدأ مثلا المفروض يبدأ بالتوحيد، عليكم السلام، هو يبدأ بماذا؟ بدأ بالنحو. لماذا؟ لأنه سمع والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم، فيبدأ بالنحو. يجي فلان من الناس، فلان من الناس عالم؟ لا، جاهل، جهل مركب ولا يعرف العلم أصلا. فيقول يا أخي لماذا تطلب وتبدأ بالنحو؟ قال والنحو
والنحو أولى أولا أن يعلم. يقول لا خطأ، المفروض تبدأ بالأصول. وأهم شيء عندنا الأصول، ولا بد نبدأ بالأصول قبل الفروع. المهم تكلم بكلام، فقال خلاص نبدأ بالأصول. بدأ بالأصول، بدأ يقرأ في الأصول يعني أصول الفقه. جاء آخر قال لا يا أخي اتق الله، خطأ تبدأ بالأصول، الأصول فيها وفيها وفيها علم الكلام وفيها كذا ومنطق وفلسفة. طيب ماذا أصنع؟ قال يا لازم تبدأ بالقرآن. بدأ بالقرآن وأخذ يحفظ، ثم يأتي الثالث إيش تصنع؟ قال أقرأ القرآن. قال سبحان الله، هذه طريقة الخوارج، يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. طيب أرشدني كيف يحفظ السلف القرآن؟ تعال أنا وأنت نتعاون، وفي كل يوم نقرأ 10 آيات نحفظها، نصحح قراءة الآيات، وننظر في تفسير مختصر كتفسير الشيخ مثلا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، نستعين بالله على العمل ونمشي في الطريق. قال لا، لا تحفظ القرآن أبدا. تبدأ بماذا؟ قال تبدأ بكذا. يمضي العمر ها وما حصل شيء. عندنا درس في الفرائض. الفرائض تعرف الطلاب، كل طالب معه دفتر، والدفتر فيه ايش؟ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، مثلا من 24، جدول، زوجة، كذا. واحيانا حتى ما نكتب اخ شين، اخ شقيق، عرفت؟ اي نعم، اخ لام، هو ما يعرف هذه الاشياء. فمر بنا مع الطلاب يعني افترشوا في الحرم وكل واحد يحل التمارين، ومر بنا رجل نظر ما عرف ايش هذا اصلا، يعني يظن هذه طلاسم، لان تعرف احيانا الجداول عندنا مثل جداول السحره، والله ارقام وكذا. فالمهم مر رجع وسال طالب من الطلاب، قال ايش هذا؟ قال هذا فرائض. قال ايش؟ ايش فرائض؟ هو ما يعرف اصلا ها لقب هذا العلم اصلا، ما يعرف. قال ايش فرائض؟ مواريث. قال ايش مواريث؟ حتى مواريث ما لم يفهم. قال اسمع، اذا مات رجل او امرأة نقسم التركة لهم. قال ما شاء الله، الناس يقتلوا الان في العراق وفي كذا وفي كذا وانتوا تقسموا التركات؟ يعني ايش يريد بالعربي؟ ايش يريد؟ يريد نكون خوارج. فقلت له تعال، شفت هذول اللي يموتوا في العراق وفي سوريا وفي كذا، ها احنا نقسم تركاتهم، نحن نسد ثغرة هنا الان. انت ايش تصنع؟ انت ابليس الان تخرب الطلاب، والله صدق. اليوم يا اخواننا، زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عدد اهل النفاق؟ كم؟ من يعرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم تقريبا؟ كم ها كم يعني تقريبا؟ 5000. 5000 زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا. اليوم كم؟ اليوم كم؟ ها كم؟ الله اعلم. اذا لا تظن اننا في هذه الايام سلمنا من المنافقين، لا والله أعداء الإسلام ما أرادوا منا أن نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي في هذه الكلمة، إذا كانت هناك دورة في المسجد الحضور كم؟ 10 20، الكشتة 1000 2000. لماذا؟ كشتة. وتقول لو هناك كلمة تمشي، لا أحد يسأل ولا دفتر ولا حفظ ولا مراجعة، ونسهر ويضيع الفجر. صحيح، أنت لا تظن أن هؤلاء العلماء وصلوا إلى ما وصلوا إليه بماذا؟ بالكسل. لا والله، تظن بن عثيمين يعرف الكرة؟ تظن بن باز رحمه الله؟ بن عثيمين والله إخواننا ما يعرف التفاحة، كان
تفاحة ما يعرفها، أعطوه تفاحة ذهب إلى البيت ورجع للشيخ قال إيش أصنع فيها؟ في الدرس مسجل، والله مسجل في الدرس، درس الشيخ بن عثيمين رحمه الله، كان يتكلم عن أكرمكم الله هذا الحمام نسميه إحنا الأفرنجي، هو في الحقيقة هذا يعني صنع أيام الدولة الإسلامية في الأندلس، مفهوم؟ من المسلمين. المهم كان يتكلم الشيخ أنه هذا أكرمكم الله الكرسي الأفرنجي ها مو يجلس عليه يركب عليه، مفهوم؟ فواحد من الطلاب قال يا شيخ لا يجلس عليه، قال انت ما تعرف. ها يا اخواننا ضحكوا بقيه الطلاب، قال يا شيخ يجلس عليه، قال كلكم ما تعرفوا. هو لا يعرف هذه الامور. تسال الشيخ عن ادق مساله في المواريث في النحو صحيح، في الطهاره في الحدود في القضاء في كذا يفصلها لك. نعم اسأل من شئت ممن رأى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، اسأله هل رأيت الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ولحيته سوداء؟ يقول لا، ما أحد عرف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلا بعد أن شاب. كان يدرس الشيخ بن عثيمين رحمه الله طالب أو طالبين فقط، 23 سنة تقريبا يدرس الشيخ طالب أو طالبين. عندما كثر الطلاب وأصبحوا 1000 أو 2000 يقولوا طريقة الشيخ واحدة، أداء الشيخ واحد، تحضير الشيخ واحد. لماذا؟ إخلاص، يعني ما تغير الشيخ، ما يهتم يجلس واحد أو يجلس 1000 ما يضر. عندنا في الحديث والنبي وليس معه أحد، لم يترك التوحيد، ثبات. يقول ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. عندنا أخواننا يقولوا، يعني ما أدري عندكم في مثل هذا أو لا، عندنا يقولوا من حبك إيش دبك، من حبك دبك. المحب لك والله هو اللي يقول لك يا ولدي يا ولد اشتغل يا ولد احفظ، صح؟ أما غير المحب قال لا احنا في خير الحمد لله، علماء وعندنا وعندنا، وارتاح ونام واكفر وسب. والله لأنه في من يسب الرب، ويأتي بعض الناس تسب الرب، قال نعم كيف قلبك؟ قال مطمئن، قال سب والله موجود. وبعض الناس يقول يا أخي ليش تكفر هذا من يسب الرب؟ هذا جاهل، يجهل أنه سب الرب كفر. إذا ماذا يعرف في الإسلام إذا لا يعرف أنه سب الرب كفر؟ إيش يعرف؟ فيريد منه هذا لا صلاة، قال الصلاة ما هي واجبة، تصلي أو لا تصلي تدخل الجنة، وأحسن لك ما تصلي، ماذا تتعب؟ قال لا تصلي تمام تدخل الجنة، سب الرب تدخل الجنة. طب إيش بقي؟ إبليس، قال لا تشك في إبليس أبد، إبليس ممكن تدخل الجنة تجده أمامك، أبو جهل ممكن تجده أمامك، فرعون ممكن تجده أمامك في الجنة. والله؟ قال والله. طب إذن من أجد في النار؟ ولا تشك في أن أصل خلق الإنسان قرد، قال لا تشك في هذا. الصغار عندنا لعله ما في أسئلة ولا في شيء، الصغار عندنا يمكن كل واحد بر على هذا إلا من رحم الله، في الصغر إذا سقط له سن إيش يصنع؟ يستقبل الشمس وينادي الشمس. عندنا من يعبد الشمس صح؟ يقول يا شمس يا شمس يا شموسة خذي سني واعطيني سن العروسة، صح؟ صحيح أم لا؟ أين هذا؟ هنا عندنا أخوان هذا الأمر. وبعدين قال التوحيد عرفناه، ما في داعي يا أخواننا، لماذا تعلمنا التوحيد؟ لماذا تذكرنا بالتوحيد؟ اليوم لو كان الدرس هذا في النكاح صح؟ شوف ما شاء الله الضحكة هكذا ومنشرحين، ويقول للفجر نبقى ما في مشكلة، أما كلام في التوحيد لا لا لا.
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. مجالس بعض شبابنا قال جنبوا، بعض السلف يقول جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرج وشهوة الفم. طالب العلم ما يتكلم في هذه المسألتين. عندنا من يقول في بعض الأشجار، يقول المفروض نقول دوار الشمس تعبد الله هي، قال لا تعبد الشمس، صح وعادي صح، يسميها أنها المهم. اي نعم، فأشياء كثيرة ترى طامات. تسأل بعض الأولاد الصغار في هذه الأيام عن السحر، كيف السحر؟ يقول السحر أمر طبيعي جدا، صحيح فيلم كرتون، لأنه يرى السحر. قبل والله أشهر أنا سمعت مسابقة في الرادي يسألوا أكرمكم الله عن كلبة الساحرة اللي تأتي في فيلم كرتون، والأولاد يجيبوا عن كلبة أكرمكم الله الساحرة، صح. أما الكورة يعني حدث ولا حرج. فتحت مرة الرادي قال خليج 18، قلت خليج 18 يعني أنا من أهل الخليج لازم أعرف هذا الموضوع، إيش خليج 18؟ المهم قال دورة الخليج 18، يعني دورة علمية ممكن. المهم طلع دورة الخليج 18، قال نحن يمكن قبل السنين، نحن الآن في دورة الخليج 18. خليج يعني كرة، تمام 18. السؤال كان عن خليج ثلاثة، خليج ثلاثة قبل كم سنة؟ 16 سنة. من أخذ الكأس في خليج ثلاثة؟ طبعا ما حد تذكر، صح؟ تذكر خليج ثلاثة؟ يا رجل 15 سنة. والله جاء واحد سأل اثنين ثلاثة أربعة خمسة، طلع هذا قال اسمع خليج ثلاثة كان في دولة كذا يا حبيبي. وبعدين قال اسمع ما أجاب إلى الآن، قال كان في دولة كذا، هداف خليج ثلاثة فلان. أنا قفلت الرادي خلاص. ليش؟ لأنه ممكن يذكر لك إيش يا رجل، يذكر لك أسماء اللعيبة كلهم، ضابط حافظ كل شيء. حتى أنا عندي بعض الشباب يقول والله أعرف ترجمة اللاعب، حتى العشيقة أعرفها، الرقم أعرفه، متى احترف، في أي نادي يلعب، في كذا، كم هدف سجل، كل معروف. حتى يقول لي هذا المعلق أحسن معلق، يدفعوا له على التعليق المباراة كذا، صحيح. طب كيف ضابطين؟ ها؟ شيطان. أي نعم. أما تعال احفظ الصوت ثلاثة، قال والله ما استطيع، صعب عليه شروط الصلاة، قال ما استطيع. أخواننا غزو يعني أمور والله طامات طامات، يعني ما أعرف أنا. اسألوا يعني كل واحد يسأل والده عن هذه الأمور اللي تحدث الآن، يقول ما كنا نتصور. يا أخواننا نحن الآن والله أول ما جاء هذا الجوال أبو كاميرا، عيب ما نستطيع نحمل جوال أبو كاميرا. حتى المسجد النبوي ممنوع المرأة إذا معها جوال أبو كاميرا ما تدخل المسجد النبوي. الآن التصوير في الطواف، في الطواف تصوير ما في إشكال، رجال ونساء، وممكن واحد يوقف الطواف الله يرضى عنك يا شيخ يا مطوع صورني، صحيح أم لا؟ إي والله واقع. يعني حتى في بيوت الله في عندنا يعني ظهرت قبل فترة لعبة باكيمون، باكيمون نعم معروفة. الباكيمون هذا تبحث عن الشياطين، والله تبحث عن الشياطين وتجمع الشياطين. أكثر مكان يوجد فيه الشياطين هذول شياطين البكيمون وين؟ في الحرم، في صحن الحرم أكثر بكيمون. والله والله في من شبابنا يقول ما دخلت الحرم لي 10 سنين ودخلت عشان البكيمون، عشان أجمع رصيد من الشياطين.
والله مسجد النبوي ومسجد الحرام معروف مليان بكيمون. انا والله لا اتكلم يعني اخواننا يعني اشياء في الخيال، انا اتكلم اشياء عندنا في الواقع الان. اخر لعبه توصلوا اليها الان هذه اللعبه اخواننا اخر الامر انتحار، معروفه هذه الحمد لله اللي ما اعرف الحمد لله، لكن هذا اخر الامر انتحار، انتحار لا شك. والله كنت في دوله من الدول ومعي معنا هذا في الدرس ضابط من الضباط معنا يحضر، يقول يوميا نسجل حالات انتحار من هؤلاء الأولاد بسبب هذه اللعبة. والله ونحن يعني في المجلس استأذن ومشى، قال الآن عندي بلاغ ولد انتحر. وفي النهاية نحن نتفرج ساكين، صحيح ما نغير شيء. أنا يا أخواننا اليوم أنا أكلمكم عن واقع الشباب، أنا ما أتكلم عن واقع الشياب. أنتم يعني بعد سنين تأتوا مكاني هنا تعلموا، إذا لم نحافظ عليكم ضاع الجيل الجديد والله، إلا إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تحذير منه عليه الصلاة والسلام، قال لا تقوم الساعة إلا عشر الخلق. تدعو الله سبحانه وتعالى أنه هذا لا يدركك. يقول يعني في ذاك الزمن يعني يقال ما عقله ما أظرفه كذا وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، نسأل الله العافية والسلام. تسأل البعض يا أخي هل عندك ورد من القرآن؟ قل لا، أصلا لا يعرف يقرأ القرآن أصلا. هل السلف، أنا أسألكم سؤال، هل السلف تركوا القرآن؟ ما يمكن. الشيخ عبد الكريم الخضير يقول عندنا في هذه الأيام من يختم القرآن في كل ثلاث، صح عندنا موجود موجود، مثلك مثلك، بشر بشر. عندنا في هذه الأيام من يقوم الليل مع أن لديها أعمال لديه كذا لديه كذا، عندنا في هذه الأيام من يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، نعم عندنا. عندنا من يحفظ الصحيحين، يحفظ الكتب الستة في هذه الأيام، نعم. يحفظ الفيت بن مالك، نعم. يحفظ كتب شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع، عندنا نعم. طيب موجود الحمد لله في هذه الأيام. الهدف الوحيد عند الشباب في هذه الأيام، عند الكل بالاستثناء، الزواج. ويحقق هذا الهدف ولا بد، صح؟ نعم طالما قصر، نعم ما يمكن هدف يحقق يحقق، صح؟ تمام. ركبت في الطائرة وركب جنبي رجل يعني لا سلام لا كلام، وأنا أظن أنه هذا نصراني والله، الشكل اللباس الهيئة البنطال الكرافتة الجاكيت كذا. المهم يعني لابد نتكلم، الرحلة أربع ساعات، يعني كلمة مني نطق. تتكلم عربي؟ قال أنا خريج الجامعة الإسلامية. قلت الحمد لله. وين رايح؟ قال رايح المدينة، يعني معي رايح المدينة. قلت تمام، في أي سنة؟ قال أنا تخرجت راجع للماجستير. قلت تمام. اشتغلت في الدعوة؟ قال لا. كيف اشتغل في الدعوة؟ الدعوة تحتاج إلى مال، ما أستطيع اشتغل في الدعوة، أنتم ادفعوا أهل الخليج حتى نشتغل. قلت طيب صحيح، ما يمكن لأحد يشتغل في الدعوة إلا بمال. بتزوج؟ قال نعم. عندك أولاد؟ نعم. قلت الزواج يحتاج مال؟ قال نعم. واستطعت تتزوج؟ قال نعم. والدعوة؟ سكت. قلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمال؟ قال لا. ونجح؟ نعم. كيف؟ الله أعلم.
إذا هدف الزواج نحقق صحيح والله، أما هدف الدعوة الناس تموت على الشرك، الناس تموت على الكفر، صح يظل من يظل، فرق ضالة كذا، ولا نهتم. ما يمكن يا أخواننا، والله ما يمكن أننا نكون أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وما نصنع هذه الأمور. ترى أنا أقول هذا الكلام والله أنا أكثر واحد مقصر مفرط، وأنا لا أتكلم عن أشياء إلا أنا مقصر فيها، حتى يعني نتعاون وتسير السفينة يا أخواننا. أما أننا نسكت نقف نتفرج، ما شاء الله وفيكم خير، فيكم خير لا شك، لكن قلنا لابد نجتهد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. الأسئلة خليها عندك. عندي أنا. أيوه.